السؤال: هل يجوز الذهاب لصلاة الفجر مع محرم؟ نعم، لا حرج في ذلك، لا حرج في الذهاب لصلاة الفجر بالنسبة للمرأة إذا أمنت على نفسها أو كان معها محرم، لكن تخرج بشرط النبي صلى الله عليه وسلم: وليخرجن وهن تفلات. طيب، الأخت تقول: ماذا إن لم يوجد، مع العلم بأن المسجد بعيد؟ لا يجب عليها الذهاب للمساجد، المساجد إنما جعلت للرجال أساسا، وإذا ذهبت المرأة فإنها لا تذهب إلا إذا أمنت على نفسها، فلا تذهب في صلاة الفجر إلا إذا أمنت، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، هناك سؤال: في دروس علم في الجوامع أحب أن أحضرها لكن والدي لا يوافق، هل أذهب أم أسمع كلامه؟ الجواب: تسمعين كلامه إلا إذا كان الدرس فيما يجب عليك أن تعرفيه في دينك، ولا يوجد أي طريق لتعلم هذا الشيء إلا عن طريق هذا الدرس، لكن إذا كان درسا للفائدة فقط فلا يجوز الذهاب إلا بإذن الوالد، والله أعلم.